قصة الرجل المسكي. المسكي ده يعني صاحب رائحة المسك. القصة اللي معانا دي قصة حقيقية حصلت فعلا في دمشق، قصة جميلة، قصة غريبة. مش هنخش في تفاصيل كتير، يلا بينا نخش على القصة على طول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير في كل مكان. القصة اللي معانا النهاردة قصة واحد كان بيبيع هدوم في دمشق. الراجل ده كان وسيم، كان يتميز بدرجة عالية جدا من الوسامة والجمال، سبحان الله. يا رب دي كانت هبة من عند الله. في مرة من المرات وهو ماشي في شوارع دمشق، نادت عليه واحدة قالت له أنا عايز أشتري منك قماش. المهم الراجل فرح، أو الشاب دوت، هو كان شاب، فرح إنه هيبيع إيه قماش. المهم دخل عند السيدة ديت عشان خاطر يبيع لها قماش. فأول ما دخل راحت مقفلة البيبان على طول وقفلت الشبابيك وقالت له أنا مش بعتها لك أو ما ناديتش عليك عشان خاطر إن أنا آخد منك قماش. فقال لها طب أنت عايزة مني إيه؟ أنا ببيع قماش. فقالت له لا أنا عايزاك أنت شخصياً. فالراجل قال لها ستي اتقي الله، أنا راجل على باب الله، أنا ما يعني الحاجات دي حرام. قالت له بص أنا مش هحلك، أنا من ساعة ما شفتك وأنا معجبة بيك وبحبك وعايزاك. المهم قعد يقول لها يا ستي اتقي ربنا، وقعد يذكرها بالله وما ينفعش وحرام وده حاجة يعني ربنا سبحانه وتعالى نهانا منها. المهم حاول معاها في كل السبل. قالت له بص أنت قدامك حاجة من الاتنين، يا تعمل أنا عايزاه، يا إما هصرخ وأقول إن أنت دخلت عندي البيت عشان تعتدي عليا وتعمل المشكلة دي. المهم طبعا لما لقى مفيش خالص سبيل للموضوع ده معاه، قال لها خلاص أنا موافق أعمل اللي أنت نفسك فيه أو اللي أنت عايزاه، بس استأذنك أخش الحمام أخد دش أتشطف. فقالت له خلاص ماشي، هي فرحت طبعا وبقت مبسوطة. المهم هو دخل الحمام وقعد يدعي ربنا بينه وبين نفسه يا رب اعمل ايه، يعني بقى متأثر جدا. المهم جات له فكرة ان هو يعوز نفسه من القاذورات اللي موجودة داخل الحمام. المهم لغمت نفسه وبهدل نفسه حاجات مش كويسة، واول ما خرج هي شافته منين راحت مصوتة وراحت مصرخة وراحت طرداه، قالت له مش اخرج من هنا اغرب عن وجهي، وراحت خارجاه وراحت طرداه وراحت مشياه. المهم خرج وطبعا راح بيته وراح جاي متشطف وراح مغير هدومه، وربنا سبحانه وتعالى أبدله من هذه الرائحة القاذورات أو الرائحة الناتنة برائحة المسك، ولقب بالرجل المسكي، أي الرجل صاحب رائحة المسك الربانية. بقت الناس تعرف ريحته من بعيد وتشهر بريحته من بعيد، حتى لما مات ودفن في دمشق والقبر بتاعه ده موجود لحد النهاردة، مكتوب على القبر بتاعه قبر الرجل المسكي. ولهنا تكون انتهت القصة بتاعتنا. وطبعا ننتهي من القصة بتاعتنا ونخرج من القصة بتاعتنا بكذا معنى جميل جدا: من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. اللي يتقي ربنا واللي يخاف من ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان وفي كل وقت وفي كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيحفظه. اللي بيخاف من ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيخوف منه كل شيء. اللي بيراعي ربنا سبحانه وتعالى في حياته وفي دنيته وفي كل حاجة، ربنا سبحانه وتعالى بيراعيه وبيحميه وبيحفظه، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو خير حافظ لنا جميعا. اللهم احفظنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين يا رب العالمين. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حفظ الله ورعايته.